عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة السيد الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي. مذكرة تفاهم لإنشاء آلية تشاور سياسي بين وزارة خارجية جمهورية مصر العربية ووزارة خارجية جمهورية جيبوتي. يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضلا. مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي. يوقعها عن الجانب المصري السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضلا. مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والموارد المتجددة. يوقعها عن الجانب المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضلا.
أحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، أحبها وحبها وذكرها في فمي يندش ونعتها، أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، أحبها وحبها وذكرها في فمي يندش ونعتها، أحبها وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وظلها الفينان للآمان قرر، وحبها وحبها لقلبي الهيمان.